نسمع إلى أنس رضي الله عنه الذي يخبر عن رجل من رجل نصراني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل أسلم وكان من كتاب الوحي، أي أنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ذهب لليهود فارتد عن الدين، فصار يسب النبي وصار يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اصنع به آية، اللهم اصنع به آية. وها نحن في هذا الزمان ننادي ونقول: يا رب أرنا آيتك في من آذوا رسول الله، يا رب أرنا بأعيننا واشف صدور قوم مؤمنين من الذين رسموا رسول الله، من الذين آذوا رسول الله، من الذين تعرضوا لعرض ولشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: اللهم اصنع به آية. فيا أيها الأحباب، ما إن لبت حتى مات هذا الرجل، فأخذوه ليدفنوه، فإذا بالصباح الأرض قد لفظته، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. فعمقوا له حفرة أخرى فدفنوه، فجاء الصباح فإذا بالأرض تلفظ هذا الرجل، فقالوا: هذا فعل